طيب إذن ده رأي وينفر رئيس جمعية المراسلين الأجانب وأيضا كبير مراسلي مجلة دير شبيجل الألمانية في الشرق الأوسط، وعاش في مصر زي ما سمعت وزي ما أنا قلت 30 سنة، ويعرف المجتمع المصري ويعرف معظم الشخصيات الصاعدة وأيضا المؤثرة في المجتمع المصري. زي ما قلت لحضراتكم أكمل أنه الحقيقة كتير من الدوائر كشفت المرشحين السلفيين، زي ما قلت لحضراتكم ان في المحله كان في عامل يقيم في عامل في احد فنادق شرم الشيخ اسمه عمرو الشحات، قدم بلاغ عن هروب زوجته السيده اسماء برفقه سلفي محمود عبد الحميد، وتحرر محضر 18722 اداري المحله. يعني شيء غريب جدا انه دول الناس اللي بتتكلم على ربنا، تناقض حاد جدا بين الكلام اللي بيتقال وبين التصرفات اللي بتحصل. ايضا في كفر الدوار القضيه رقم 5379 اداري كفر الدوار، السيده ايمان عبد الحميد علاء الدين اتهمت مسؤول الدعوه السلفيه في المحافظه وكان عضو سابق في مجلس الشورى حسن غراب، وده مقرب من ياسر برهامي، ادعى يعني اتهمته بالتحرش اللفظي وقدمت فلاشه عليها تصويت. ايضا في القناه ولقينا في سي دي يجري تداوله في الشارع، وجدنا نسخة منه عبر سيدة محترمة رفضت الانصياع والضغط وابتزاز واحد من القيادات السلفية المرشحة في منطقة قناة السويس، ولقينا في شات بينه وبين زوجات خائنات على سبيل المثال، مش عايز أقول لأنه كلام الحقيقة خارج لا يجوز أن أنا أقوله، ولكن لقينا بيقول لها أنت خلاص نسيتيني صح ساعة ما جه وانا اتنسيت، اللي جه هنا ضمير الغائب هو زوجها، بيقول لها بقى لعلمك كل ما بفكر لحظة انك في حضنه بموت، لكن ارجع واقول ده حق ربنا. ده حق ربنا؟ حق ربنا هو الخيانة؟ حق ربنا ان احنا نربي الدقن ونقول كلام لا يتوافق مع الواقع اللي موجود؟ خلينا نتكلم ايضا ونسمع واحد من السلفيين المهمين جدا الشيخ محمد سعيد رسلان بيقول ايه على حزب النور، ونرجع لكم تاني. تمزقتها انت ومن صار من حزبك، وكنتم قبل ذلك سعين في الفساد، وكنتم وما زلتم من الخوارج، وهم يتجملون اليوم واحيانا يكذبون، فيتجملون ويكذبون، لا كما يقولون يتجملون ولا يكذبون، بل يتجملون ويكذبون. هم اليوم يريدون أن يبيضوا وجه الحزب ليحل محل الذين ذهبوا. كلما دخلت أمة لعنت أختها. والفرق والأحزاب الدينية ضربت بقيود التحكم على سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، فجعلت العنوان لمزاولة الدين والدعوة إليه هو الانتماء إلى الحزب، بينما الإسلام على منهاج النبوة يعتبر المنتمي إلى الدعوة إلى الله تعالى كل من جاء بالشهادتين بحقهما، جاعلا الإسلام وتبليغه محور حياته ونقطة انطلاقه، لا يشترط أن يكون داخل جذر الفرق من الأحزاب والجماعات الدينية بل خارجها. فانظر كيف حجبت الحزبية الدينية سعة الانتماء اليوم كما حجبت وحدته من قبل. ومن مضار الحزبية الدينية أنها ترصد في أفئدة شباب الأمة الربط الشديد بين الفكر الحزبي والدعوة إلى الله، أي لا عمل إلا بحزب. لو أنهم قاموا اليوم فأعلنوا أنهم يحلون ذلك الحزب، وأنهم يتبرؤون مما كان، وأنهم سيعودون لاتباع شيوخهم الكبار في التوفر على الدعوة بعد تخليصها مما شابها من الحزبيات ومما دخل عليها من الأفكار التكفيرية والإخوانية وما لوثها من هذا القدر الذي دخل عليها، فكان ما كان. ده شاهد من أهلها زي ما بيقولوا، وزي ما بيقول الناس على شبكات التواصل الاجتماعي اللي أقوله نور
آخر داعش. يعني على كل حال أنا أعتقد أنه ما قيل من يعني تجاوزات جنائية وأيضا أخلاقية بالقطع سيؤثر على تصويت للسلفيين.